يا سيدي هلا اثبتت لي انك ابن عمي عن حق وحقيقي وانك واقف بصفي بطرفي يا محجوب. ولو يا عدنان ولو الدم ما بصير مي. لك نمر لك نمر واصيل وقبضاي. لك علي الحلال هالشوارب نازلين حفل تنزيل بوشك. لا والله ما راح تنسى هالفضل لحتى تصير تحت تراب يا محجوب. وينك يا عدنان؟ هذا حقك بالشرع. لك روح الله يجبر بخاطرك. لك بعرف انا بعرف لك يا عبدو ايش كان انت حطيت اصبعتك بالقصه بدها تزبط. إيه لكان اليوم بعد المغرب انا بمرق لعندك وبظبط القصه. مشي والله انا اجيت معك يا صفوان بيك. شو بدك احسن من هيك؟ هي شاركت وطاع على رسلته ورجعت حرمتي اللي سرقها مني واليوم راح بتجوز رسمي. ها؟ وهي نقود من أبو نجيب. والله وطلعت شهم وقبضاي يا أبو نجيب. لك وين أبو محجوب تعوق؟ والله شغلي بالي. دو شو بدنا نسوي فيه؟ والله عم بيقول لي رجعوا مطرح ما كانوا. وينك يا عبد الحلال؟ والله شغلت لي بالي. تأخرت عليكم؟ اي نعم. يا هذا العقيد أفهد وأمضايات الحارة شكلهم شاكين فيني ورايحين جايين بالحارة. غافلتن وإجيت؟ شافوك لما انفت له؟ عم قل لك غافلتن وإجيت؟ ما عرفت لي شو قصته؟ لا والله ما عرفت. شو بالعمي؟ شو عم تطمو؟ لك هدول الشناتي اللي بعدتك قلت لك في بقلبن ورقم مين جيب لي اياهم من المحل بدي يطمرهن هون. أبا حجوب دير بالك وين محطوطين. ها لو ما بتعرف بكرة إيش كان أنا ما حسنت أجي أخذهن. احتمال أبعتك أنت تجيب لي إياه. إيوة فهمت عليك. المهم هلأ أبا حجوب ما قلت لي شو صار معها؟ الأمور كلها بالسليم. هلأ باخدك لعنا على البيت بفوتك على اللسي على غرفة هويدا سقط لقط. ورجدي؟ لك شو بدك برجدي؟ رجدي أساسا ما عم يجي على البيت. كل يومين والثالث بيمر على البيت بياخذ له غرض وبيمشي. يعني هلا هو ماله بالبيت؟ فوتوا شباب فوتوا. في غرف كثير. ايه منيح. ذاتا نحن ما بدنا غير غرفة واحدة. كله 50-60 بارودة، غرفة واحدة بتوسعهم. تمام. وهون لا صفوان ولا القرود السود رح تعرف هيك مطرح. اخ بس لو يبين بس لو يلمحوا الى اذبحه واعطي راسه هديه لقبضايات الحارة. سمعان اخوك المنظوم شو عم بيحكي عليك. وين صفوان؟ خلينا نهرب ونروح لعنا نتخبى عنا بالمربع بالبيت لبين ما تتجوز انت ورويدا. على شو عم تدور ابو شومان؟ عم دور على طاسه مي بدي فوت على بيت المي مشان اقضي حاجه. وليكي سمعت بدهم يجوا على بيت المي. شو هاد؟ حرامية كانوا بيت مي حقوق. رشي روح من هون. حاني عمر حاني. لك ليكم شافونا. لك ما حدا شافنا فوت هلا. فوت يا ما. انت اللي فتت هلا من باب البيت؟ اي انا. وين كنت؟ كنت مشوار. خير شوفي؟ لا ما في شيء. في اثنين حرامية كانوا طالعين من بيت أبو نجيب، أمنا لحقناهم، ولما وصلت لهون على الحارة كأني شفت حدا منهم فات على البيت، ما بعرف فحسبتهم هني. أيوه، ولقطوهم؟ لا. أها، لك أخي أنت شو بدك بالقصص هي؟ بعدين بيت أبو نجيب دخيلك شو فيه ينسرق؟ خلاص شو بدك بالدواوين؟ فوتي ابن عمي لحط لك لقمة تاكلها. بعدين، هلا مالي فاضي. إيه.
وانت ابو شومان ما عرفته؟ لا والله ما عرفت حدا منه. يا دوب لمحته لمح وانه طالع من باب البيت. يا ترى شو كانوا بدهم يسووا؟ هذا ابو نجيب معروف عنه انه عنده ذهب كثير، عرفت شلون؟ فهدول اكيد جايين عم يدوروا على ذهبات ابو نجيب. تعالوا شباب تعالوا شوفوا هالشوفه. خير خير شوفي يا سيدي. حسرك بمطرحه. لازم العقيد ابو فهد يضرب الموضوع هو وكباريه الحاره مشان نعرف مين الحراميه. يلا ابو عجاج روح خبره. انا رايح على مضافه العقيد وخلينا نشوفهم على ضوء. قول الله. تكر على الله. يعني صفوان تحت بالمضافه؟ ايه. بدي انزل شوفه. ولك تعي لهون هلا لا تفضحينا وتنزعي الطبخه علينا. طيب ماشي خلاص. معناتها بس يتجوزوا بارك له على رواق. انزلي هلا بتعملي له عشاء وعلى هسي. ها خلاص ولا يهمك ابن عمي على هسي. يلا رحمة الله عليك يا ابو نجيب. عاش طوال عمره بالشحم والبخل وقطع عن تمه وبالاخير حط راسه ومات وتارك الذهب كله لغيره. وهذا الكيس مليان ذهب لقيناه بارض دياره ابو نجيب تحت العريشه. غريب الاشكال ان هذول ذهبات ابو نجيب وباينين تاينين مطمورين تحت التراب. هذا الكيس لمين؟ بجوز كاين للحراميه اللي فاتوا على البيت ليسرقوه. والله انا بعمري ما سمعتها. حرامي بيروح ليسرق بيت بياخذ معه كيس مليان ذهب. ابو عجاج هي الشدايه الثانيه شو فيها؟ فيها اوراق منيح بركي بدلونا على الحراميه. عقيد كأنه هالشنتاي لمحت مرة مع صفوان بالمكتب. عدنان لقب عدنان هناك. لك ليك 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 عقيد ابو محشو. تعال عدنان تعال. يوه عشا على عتمي. يلا عريس بدك تتحمل. لك روح ربي يسلم لي هديات يا ابو محشوب. دخلك امك ومرته لرشدي ناموا؟ هلا امي نامت بس مرت رشدي يمكن لساعتها صحيانه. لك انا بمعيتك بس ناموا بتنزل لعندي دغري بتخبرني. شو بعدنا مستعجل؟ لك لا يا ابو محشوب مو قصه مستعجل مو مستعجل بس بدي اخلص من هالقصه كلياتها قبل ما يجي رشدي. إيه لا تخاف رشدي ما بيجي قبل طلوع الضو. يلا سمي بالله سمي بالله. يلا لك صحيح ابو محشوب هلا هي قصة السلاح وما سلاح اللي سمعناها ببيت ابو نجيب شو قصتها؟ والله ما بعرف بس انا اللي فهمته من السيرة انه الشباب عم يجيبوا سلاح يخبوه ببيت ابو نجيب قال شو بدهم يحاربوا فيه الفرنساوي. بيني وبينك صفوانه الشباب ورشدي ارجل مننا. لكنه رشدي شو كان بده بهالقصة كلياتها؟ ابو محشوب حطي صوتك يخرب بيتك شباب. هلا الشنطة الوراق والذهبات ضلوا بيت ابو نجيب هيك؟ يا عمى لك ايه والله زيناهم. مالي غيرك مالي غيرك يا ابن عمي ولك انت الشهم البطل ابو المروه. لك بلا شهم بلا بطيخ انا شو طالع بيني زاوي؟ لازم نجيبهم باي طريقه يا ابو محجوب باي طريقه. ولك شلون بدنا نروح نجيبهم والشباب هنيك؟ لك اكيد بيكونوا راحوا ما راح يضلوا لهلا. ماشي الحال هلا بروح بجيبهم بحجة اني عم دور على رشدي بس شلون بدي احملهم هيك قدامه؟ لك لا انت اوعك تاتي باي حركه لحالك. انت بتشوفهم متى ما طلعوا بتيجي لعندي مشان ناخذ سلم ونروح انا وياك لهنيك. بدي اسالك الشنتاي فيها شيء وراء بتدل انه الك؟ لك شلون فيها شيء بدل علي؟ لك كلياتها وراء باسمي لك ابن عمي. يا حبيبي يا حبيبي على الورطه. ماشي خليك انت هون كمل اكلك بس على السيها لروح شوف شو وضعه وارجع.